بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. طبعا لو وصلك الفيديو مش تخسر اي حاجه لو عملت لايك او عملت سبسكرايب. انا في الاول وفي الاخر يوتيوبر، ما بطبلش وما بزمرش ومش ماسك لك الطبله وبقول لك مبروك 1 2 3 فيفا الجيري والكلام ده، لا لا لا. انا اصلا اتفرجت على الماتش عشان في ناس مغاربه محترمين قالوا لي اتفرج على الماتش واحنا عايزينك تتكلم عن منتخب المغرب، مالكش دعوه بالبلد سحب الارض. وبصراحه انا كنت مقرر من فتره ان انا مش هتكلم عن البلد سحب الارض، لان بصراحه الباب اللي يجي لك منه ريح سد ام واستريح. هتقول انت تربطت مع الجزائريين وما نفعتش، اقول لك مفيش حد على المنصه دي طبل للجزائريين وما نفعش، بالعكس هم بيموتوا في التطبيل، بيحبوا التطبيل قد عينيهم. بدليل مثلا ان انا شخص مصري وهلاقي ناس داخله تتفرج على الفيديو وتشتمني، مع ان في نفس الوقت يقول لك انت شخص مصري بتتكلم علينا ليه، مع ان سبحان الله مستني راي المصري ده فارغ الصبر. بس مش مهم، المهم ان لسه في افكار قديمه موجوده، وهي افكار انك اقطع قبل الفضيحه ما تبان. قال يعني مفيش ناس معاها موبايلات، ولا يعني مفيش ناس معاها كاميرات، ومفيش حد هيصور اللي حصل فوق، وديك اتفضحت. البس بقى يا معلم، اللي حصل ده صدفه؟ حتى فوزك بالبطوله دلوقتي مش هيبقى كرويا مقبول، عارف ليه؟ لان انت لو كسبت انت واضح انك كنت مخبي للمنتخب المغربي مفاجاه، وهي انك كنت ممكن تعمل مجزره جوه الملعب. والله العظيم بجد، ما هو اللي نزل الجمهور بتاعه يضرب لعيبه منتخب المغرب للشباب وهو كسبان، ما كانش هيخسر حاجه لو نزلهم ضربوهم وهو خسران. تمشي ولا ما تمشيش؟ لا مصري فتان. طب بالنسبه للناس اللي بتجري ورا اللعيبه في الملعب، دول كانوا بيجروا وراهم ليه؟ طب اقول لك حاجه، الواد اللي كان واقف ده في لعيب مغربي كان فاهم ان في ناس عامله مشكله وهم بيجروا وراهم، بس لكن الواد واقف يعني لقوا الناس بيجروا وراه، لو اخلي اجري بسرعه يضربوك، اجري بسرعه يضربوك. يقول لك ايه، اصل حارس منتخب المغرب هو اللي استفز لعيبه منتخب الجزائر. عمل ايه حارس منتخب المغرب؟ حط نفسه وسط لعيبه منتخب الجزائر وقال لهم اضربوني. حتى تبريرات مضحكه صح؟ بس عايزين الناس تفهم حاجه مهمه، ان احنا في 2022. انا معاك ان انا مصري وتقعد تكلمني على 2009 اللي انت قاعد فيها، بس 2009 ما كانش فيه كل الكاميرات ولا كان فيه كل الايفونات اللي ممكن تفضح الاعتداءات الغشيمه للدرجه دي. وعايز اقول لك سر، الاتحاد العربي بنسبه كبيره جدا هيمنع البلد المستضيف للبطوله دي نسخه كاس العرب للشباب للناشئين تحت 17 سنه، هيمنع البلد دي من ان هو تكون متواجد البطوله الجايه. وبصراحه يعني هو البلد دي لازم ما يكونش بتستقبل بطولات تاني، هم يلعبوا بره ملعبهم انما فكره يستقبلوا بطولات تاني ما ينفعش. هتقول لي طب البطوله فشلت ليه؟ عشان احنا خدناها. البطوله فشلت لانها تصويريا سيئه، تسويقيا سيئه، اهتمام اعلامي سيء، اهتمام اعلامي ان انا كيوتيوبر عشان مشاهداته كده كان جيد، بس اهتمام اعلامي سيء. ملاعب هتصلح لكرة القدم، وانا وانت عارفين كويس ان انت ما عندكش ملاعب كرة قدم نجيل طبيعي، انت بتلعب على ترتان، فطبيعي النجيل الطبيعي اللي هتستقبل بيها بطولات هتكون سيئة. ليه؟ لان انت في بلدك الكريم ملاعبك كلها اغلبها ترتان، اللي بتلعب عليها الدوري بتاعك اغلبها ترتان، والترتان ده ما بيتمش استقبال عليه بطولات يا حبيبي. انت عارف ان الملعب بايظ، بس بتزعل قوي لما حد يقول لك الملعب بايظ. استواجية صح؟ عادي يا معلم، مفيش جديد، ايه الجديد؟ بس انا بس كنت حابب ان انا اطلع الناس اللي عملت الفيديو ده مسرح بصراحه، لان هم يستاهلوا كل خير. وعايزين نقول للاتحاد العربي للمره المليون، حاول تتمعن في الدول اللي تقدر تستضيف بطولاتك، والدول اللي لا تتمعن ان هي تقدر تستضيف بطولاتك، تاني وتالت ورابع ما ينفعش انك تودي بطولات كاس عرب لناس اتربوا وعاشوا على الكراهيه بالنسبه للاخر. الناس دي ما بتحبش حد حرفيا، ده مصريين بيحبوهم ولا بيحبوا توانسه ولا بيحبوا مغاربه ولا بيحبوا اي حد. تخليهم يلعبوا كاس عرب في ملعبهم ازاي؟ مش فاهم. لو حد فاهم بيقول لي.